بيعود تاريخ المطبخ الإيطالي للإمبراطورية الرومانية. هو مزيج من المطبخ اليوناني ومطابخ المستعمرة الرومانية. لكل منطقة بإيطاليا سحرها الخاص، طعمي والمكونات. بونجورنو شيف. بونجورنو ملك. شو محضرنا اليوم؟ اليوم هنحضر طبخات إيطالية، فهنعمل منها نيوكي على سورنتينا اللي هي من عجينة البطاطا مع صوص توماتو كريم. هنعمل رافيولي بالسبانخ والريكوتا، هتكون بصوص كريم مع بندورة مشوية بالفرن، وهنعمل تيراميسو بالآخر، وهنعمل سلطة مشوية، سلطة خضرة مشوية بالفرن مع غورغونزولا اللي هي جبنة معتقة. طيب شو رح نبلش هلا؟ هلا حنبلش اول شيء دغري بالبطاطا المشويه اللي هي بتخلق تشويهات. اوكي. حنحط البطاطا بالفرن، حنرجع نكمل السلطه المشويه، بعدين نعمل غافيولي ونمشي هناك. يلا. ناخذ البطاطا، اكيد بنكون غسلينها منيح البطاطا، بس بدنا نخليها بقشرتها للبطاطا. حناخذ ورق الومنيوم. حنحط كل وحده بطاطا بقلب الورق الومنيوم. بس قبل نحط شويه ملح وبهار. اي نوع بطاطا؟ البطاطا عادة بتكون هي واكسي، شمع فيها الضاعة تبعها من جوا شمعية شوي، مواد شمعية. لا هي بسموها واكسي بوتيتو، مشمعة يعني. مش خارج قلي، هي بس خارج سلة بتجي. بتكون عادة بطاطا جديدة. يعني في عنا نوعين بطاطا، بطاطا للسلة وبطاطا للشوي. كيف نقدر نعرفها مثلا بالسوبر ماركت انه هيدي للسلة او للقلي؟ العادة بالحجم، وعادة بيكون مكتوب عليهم انه هيدا. اذا بتدقيها بتلاقي انه اطرى من البطاطا الشوي. ممكن تكون مثلا زراعة السعودية او مصر، حسب كل ارض، في كل بلاد فيها بطاطا. كل ما كانت الارض مسقعة اكثر بتطلع بطاطا اطيب. مثلا بتلاقي البطاطا باوروبا في عندهم كذا نوع، كذا لون، حتى في لون موف، لون مثل اللي عندنا لون احمر، لانه كمان حسب التغذية. طيب البطاطا المقلية هيك لو تطلع بتقرمش، خبرنا شو بنحط لها؟ البطاطا لتطلع مقرمشة مضبوط، اول شيء هي الغسيل تبعها. الغسيل تبعها يكون من بعد ما نقشرها نغسلها كذا زون، بيطلع منها كل النشا قد ما فينا. واهم شيء بعد ما نقليها بنحط البطاطا، نقليها نص قليه على حراره 160 درجه. 160 درجه نص قليه. ما حدا بتعرف بالبيت، فبتستعمل ميزان. اما اذا عندك مقليه كهرباء شيء ثاني صار، خلص بتستعمل ميزان. ما عاد بدي هي بيعملوا اسمها، بنسميها نص قليه. بطلب دليفري، قالوا بليز جيبوا لي بطاطا مقليه وخلصنا. حنحط شويه ثوم مع كل، ليه بنحط؟ نكه البطاطا، ما تطلع طعمتها ناشفه، ما تطلع طعمتها بايخه. ما هي البطاطا نشا، يعني ما فيها طعم الا طعمه النشا. سو بنزيد لها، بننكهها، بنعطيها، بنحط معها شويه زعتر بالفرن. زعتر، هيدا الزعتر اللي هو اوريجانو. اوريجانو، وين بنلاقي منه؟ مش ما على طول انا مثلا بلاقي بالسوبر ماركت نوع هيدا الزعتر. موجود هون، بس اكيد حسب المواسم، لانه هون كله بيجي مستورد.